وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة الرئيس التاجيكي إمام علي رحمن تأتي في إطار العمل على تعزيز علاقات التعاون المشتركة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التاجيكي، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وطاجيكستان شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الرئيس الطاجيكي إلى مصر، مشيدا سيادته بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، ومؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. من جانبه أعرب الرئيس الطاجيكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر واهتمام طاجيكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس، والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة. كما توافق الرئيسان بشأن أهمية استثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر وطاجيكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما. كما تم التباحث بخصوص التعاون في مجال برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر للكوادر الطاجيكية، فضلاً عن استقبال الدارسين من طاجيكستان في الأزهر الشريف والجامعات المصرية. كما تناول الرئيسان أبرز تطورات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في أوكرانيا وأفغانستان، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية. كما ثمن الرئيس الطاجيكي في هذا الصدد دور المؤسسات الدينية المصرية العريقة في نشر التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف. وفي ختام المباحثات، وجه الرئيس الطاجيكي الدعوة للسيد الرئيس للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو ما رحب به السيد الرئيس على أن يتم ترتيب موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين. وقد شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والشباب والرياضة والتعليم العالي، إلى جانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم كاتلون بطاجيكستان، وكذا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجيكستان القومية.